نيجي بقى لحته المواصفات الفنيه بالنسبه للشتله نفسها. بس خلينا قبل ما نتكلم في المواصفات الفنيه بالنسبه للشتله نفسها، خلينا نشبه عمليه شراء الشتله من المشتل دي بالظبط زي عمليه النسب. انت زي ما بتنتقي في عمليه النسب لازم تنتقي في عمليه شراء الشتله من المشتل. ليه؟ لان انت علاقتك بتبتدي بالمشتل عند شراء الشتله، ما بتنتهيش. لازم تختار مشتل يكون القائمين عليه عندهم معلومه وعندهم خبره كافيه ان هم يساعدوك انك توصل لاعلى انتاجيه، ويكون هم الدعم ليك الاول من اول يوم في الزراعه لحد ما توصل للمحصول، وكمان يساعدوك في تسويق المحصول، يكون هم منتجين اصلا. لانهم لو منتجين هيساعدوك وهيكون واجهوا المشاكل اللي بتواجهك، فبالتالي هيكون عندهم معلومات كافيه وهيساعدوك انك توصل لاعلى انتاجيه.